بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله. مرة أخرى أنا متحدثكم الربان ضتشر البدران، والجزء الثالث من ثقافة انتخابية. عنوان هذا الجزء حول أنواع مرشحي البرلمان العراقي، طبعا مع صخب الدعاية الانتخابية والمرشحين الكثر الداخلين إلى حلبة الانتخابات، والمقرر انعقادها في الأحد المقبل 10/10/2021. هنا لا أريد أن أشرح كل قوائم المرشحين، فإنها لن تنتهي إلى تفصيل، وإنما سأذكر تصنيف رئيسي مهم لدى الناخب الوطني الراغب في التغيير، وسأترك لكم باقي التفاصيل. أولا، مرشح منافق. هؤلاء يعملون وفق مبدأ السياسة فن الممكن والتحايل لنيل الفوز بالانتخابات بأي ثمن. صفاتهم أصحاب دعاية انتخابية استثنائية مميزة، أصحاب أجندات رنانة، ليس بالضرورة أن تكون من بنات أفكارهم، ولا يبالون بأن تحققت أم لم تتحقق. أصحاب ألسن جارحة متواجدون طول الوقت في الإعلام المرئي والمسموع، لهم أتباع يعبدونهم ولا ينظرون إلى عيوبهم، يتباهون بمنجزات حكومية أعدت لهكذا يوم، يعتقدون إنها من إبداعاتهم ويتغاضون عن إخفاقاتهم، لهم برامج انتخابية خرافية أعدت من خارج البلاد، وكأنهم سيفوزون بكل الرئاسات، يخاطبون كل فئة بلغتها، ويكرسون الطائفية والعرقية والقومية على حساب الهوية الوطنية، قاطعين على أنفسهم عهود وأيمان غليظة لا يستطيع أن يفي بها حتى الأنبياء. النوع الآخر، مرشح مصلح. هؤلاء وهم القلة النادرة الغير مسموع صوتهم، والذين يعملون وفق الإيمان بالوطنية الصادقة، مقصدهم الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق حتى ولو على أنفسهم. صفاتهم لعل أهمها شعارهم المرفوع: لا محاصصة ولا طائفية ولا عرقية ولا فئوية، فقط للهوية الوطنية. برامجهم ذات رؤية إصلاحية بعيدة، وبرامج تنمية مدروسة تعمل على زيادة دخل الفرد والمجتمع. همهم ترسيخ الأخلاق الحميدة والتعامل الشفاف مع المجتمع. هدفهم نشر العلم والثقافة والعمل الجاد وتطبيق القانون. خططهم لتنمية التقنيات الحديثة وتذليل تحدياتها ودخول المنافسة الشريفة مع المجتمعات الأخرى. لديهم نكران ذات منقطع النظير، فلا وعود فارغة ولا إصرار على الفوز. يسعون لرفع الفوارق بين الناس وتهذيب العادات المجتمعية وتجميع المفترقات. يؤكدون على فصل الدولة، أي دوائر الدولة، عن النظام السياسي،
ويحرصون على رفع الامتيازات الغير معقولة ابتداء من الرئاسات الثلاث ونزولا. وأخيرا يطالبون بترشيد الإنفاق الحكومي ويسعون إلى سداد ديون العراق والتي باتت تتراكم سنة بعد سنة. بعد هذا وذاك، هل تحتاج استشارة لمن تنتخب؟ شكرا جزيلا لإصغائكم.